على 8 كيلومترات هي المسافة المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق. هذا المنظر الجميل الذي تشاهدون عبر قناة ياسر رياضية، الشريك الإعلامي والناقل الحصري لرياضتنا العربية الأصيلة، وقناة دبي ريسينج، وقناة ياسر رياضية، وقناة أيضا الكاس، وجميع القنوات الناقلة لهذه الرياضة العربية الأصيلة. ينطلق أول أشواط الحول من فئة الإنتاج والمنتجين، والشوط الحول الأول الخاص بالمحليات الأصايل. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، نرحب بكل الحاضرين في هذا الميدان، ميدان الوثبة عاصمة الميادين. نسير إلى مقدمة الشوط حيث أعلنت هذه الانطلاقة، ومباشرة مع المركز الأول ومع المقدمة الأولى ومع الشعار القادم من الظفرة لياتي مع اليازي. ساري بن بلوش بن براك المزروعي يتقدم، أحد الأسماء القوية والعملاقة، وأحد الأسماء الذي شارك في عالم المزاينات وشيد قلعة ذهبية من الرموز، ليتواجد اليوم في عالم سباقات الهجن، والذي يعرف طريق النواميس جيدا. فمرحبا يا أبو سيف بهذه المشاركة في عالم الإنتاج وفي ختامي الوثبة. التغيير الذي جرى وترى هنا من خلال شواهين سالم بن متعب بن سعيد الاكتبي والقادم من العين دار الزين، ليقدم لنا بن سلام هذه النوعية الفاخرة من إنتاجه الجيد، بينما اللي غير ترجه من الزاوية الأخرى وتقدمت في هذه اللحظات. مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، في قدوم قوي يتقدم محمد بن حمد بن 70 المحرم اللي غيرت إلى المركز الأول. المركز الثاني هي في لسهيل بن حليس بن راشد بن حليس الاكتبي، أيضا إنتاجه الفاخر والمعروف. هذه الأربع المراكز الأولى، ناخذ المركز الخامس. هذه شواهين عبد الله بن حمد بن سالم بن عود العامري يقدم لنا مجموعة من الشواهين، والتي دائما بمشاركاتها القوية تحظى بالمراكز الأولى في أيضا هذه الانطلاقات، ونتمنى لها التوفيق، ونتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا الصباح. هذه مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، بانطلاقاتها المميزة اللي خذت المركز السادس، المركز السابع. هذه الكايدة لصالح بن محمد بن سهيل بن هدفه العامري، وصلت وخذت المركز السابع. المركز الثامن طرفاشة لعبيد بن حمد بن مطوع الاكتبي وصراعي متعب، يقدم لنا طرفاشة في هذه الانطلاقة وفي هذا التميز. مشاهدين الأعزاء، المركز الثامن. المركز التاسع شهب حمد بن محمد بن سهيل اليبهوني يتقدم مع شهب، ويقدم لنا ايضا انتاجه الفاخر في المركز التاسع، بينما ناخذ المركز العاشر. القدوم، شوف الوصول، ما شاء الله وتبارك الله على هذه الاندفاعات وعلى هذه الاسماء التي بدات تتنافس مع المركز العاشر الخليج. ايضا سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش يتقدم مع الخليج ومع هذه الانطلاقة. مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، في هذه الاندفاعات وأول انطلاقاتنا في هذا الصباح. مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، نعود والعود أحمد إلى المقدمة الأولى وإلى الصدارة الأولى ومقدمة هذا الشوط في هذه الاندفاعات. مشاهدينا ومتابعين الكرام، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول والمقدمة الأولى من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذا التحدي المثير في أيضا عالمنا الساحر، عالم سباقات الهجن وفي انطلاقاته المميزة. مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، الاندفاع قوي والتحدي مثير. عودة إلى المقدمة، عودة إلى مقدمة الشوط والصدارة الأولى، حيث نجد المنافسة والقوة والإثارة هنا من خلال هذه أيضا الأداء المتميز اللي غير الصدارة. هذه هي في سهيل بن حليس بن راشد بن حليس يتقدم الاكتبي، ليقدم لنا
هذه الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء ومتابعين الكرام، اندفاعات قوية وتحديات مثيرة في عالم الأصايل والقوة والإثارة. هنا مشاهدين الأعزاء المركز الثاني اليازي، ساري بن بلوش بن براك المزروعي يقدم اليازي في انطلاقاتها وتحدياتها. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هي على المركز الثاني تتقدم بهذه القوة وبهذا النشاط والحيوية، والقادمة أيضا مع أبو سيف لتقدم هذه النوعيات الكبيرة وهذا الإنتاج الذي أيضا ظهر مع هذا الرجل والذي قدم النوعيات الكبيرة في عالم الأصايل وعالم السرعة. يقدم لنا انطلاقاته مع اليازي ومع انطلاقات اليازي. هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، يقدم اندفاعاته القوية وتحدياته المثيرة ما شاء الله وتبارك الله، اندفاع قوي وتحدي مثير. أيضا هنا التقدم على المركز الثالث والقادمة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هناك أيضا التقدم من خلال شواهين، القادمة أيضا شواهين واصلة في هذه اللحظات، والتقدم هناك من خلال هذا التواجد لشواهين وانطلاقة عبد الله بن حمد بن سالم بالعود العامري مع شواهين اللي خذت المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع، الوصول في رابع المراكز والدخول من الكايدة. صالح بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري وصل في هذه اللحظات، بينما هناك اليبهون يقدم طرفاشة أو هذا بن مطوع، طرفاشة العبيد بن حمد بن مطوع بن ضحي الاكتبي يقدم هذا الاسم ويقدم هذه الانطلاقة القوية والعملاقة، بينما النقلة مباشرة هناك إلى المركز السادس، الوصول في سادس المراكز والدخول من هذا الاسم. هذه شواهين، سالم بن متعب بن سعيد الاكتبي يتقدم مع شواهين ويقدم لنا هذا الاسم ما شاء الله، لكن دخول جديد من ثروة محمد بن سير راعي العوية العامري، وصل راعي العوية، أول ندى لراعي العوية، بينما الدخول هناك من خلال هذا التواجد مشاهدين الأعزاء وصلت من حاف علي بن عبيد بن بخيت بن رشيد، يتقدم بو عبد الله يتقدم بو عبيد ليقدم لنا هذا الشعار الذي صال وجال في عالم سباقات الهجن. هناك أيضا دخول من مياسة مساعد بن سويد بن قران المنصوري يقدم لنا مياسة، والقادمة من غياثي والقادمة من غياثي بن دغيش وصل بن دغيش وصل وخطير للغاية مع اسم الخليج، أحد الأسماء القوية والعملاقة التي دائما تشارك أيضا في عالم سباقات الهجن، وأيضا انطلاقاتها المميزة لها فوز أيضا وانتصارات منذ أيضا عام 2020 وهي في سن الحول، أيضا تتواجد وسجلت انطلاقات في ختامي الوثبة، أيضا يأتي اليوم بندغيش من خلال هذه الانطلاقة ومن خلال هذا التحدي. شوفوا الدخول الجديد هنا في التون، سالم بن حمد بن دري الفلاحي، مرحبا يا أبو حمد بهذه المشاركة الرائعة والمميزة، ولكن هناك أيضا هدى لمحمد بن أحمد عبد الله المرر، وصل المرر ليقدم لنا هدى في هذه اللحظات. أيضا هناك الخزنة مبارك بن سهيل بن محمد العفاري وصل مع الخزنة. هذه النتيجة، نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، إلى أيضا مقدمة هذا الشوط وهذه الانطلاقة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. هنا نتقدم من خلال هذا الأداء المميز والرائع، هناك من خلال هذه الانطلاقة ومن خلال هذا التحدي مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، نعود والعود أحمد، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة الأولى، إلى مقدمة هذا الشوط، إلى الصدارة الأولى، إلى المركز الأول، إلى المقدمة ما شاء الله، ما زالت الصدارة، ما زالت المقدمة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في اندفاعاتها وفي تحدياتها على المركز الأول ومقدمة هذا الشوط. نتقدم من خلال هذه المنافسة على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى. شوفوا التحدي، شوفوا الوصول، شوفوا الانطلاق، شوفوا التميز هنا
من خلال المنافسة الرائعة وهذا الاسم الذي أيضا يتواصل بعطائه المميز ويتواصل بانطلاقاته الرائعة. غيرت اليازي، غيرت اليازي وتقدمت في المركز الأول. اليازي اللي غيرت على صدارة على المركز الأول ما شاء الله وتبارك الله. اليازي اللي بدأت تغير، هناك يتقدم ساري بن بلوشة بن براك المزروعي أيضا قادم بنوعية فريدة ورائعة هنا من خلال هذه الانطلاقة وهذا التميز الجميل. مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، تتقدم هذه الأسماء بينما المركز الثاني، المركز الثاني هنا من يتقدم في المركز الثاني ويقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التميز الرائع. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، في هذه الاندفاعات وفي هذا الانطلاق وصلت شواهين ايضا عبد الله بن حمد بن سالم بالعود العامري يا سلام. وفي هنا ايضا سهيل بن حليس بن راشد الاكتبي يقدم لنا في، يقدم لنا في، بينما هناك شعفار بن غلام بن موسى البلوشي وصل مع حضور، وصل مع حضور، وصل مع حضور. هناك اليازي، 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 اليازي هي أيضا في المقدمة والمركز الأول. بسم الله وما شاء الله، هذه هي اليازي، هذه هي اليازي، هذه هي اليازي. يا سلام، هذه هي اليازي، يوم عطايا الله ما تمنع، باتمنى شر اليازي. هذه هي صاحبة النقطة في العام الماضي في سن الثنايا وصاحبة التوقيت الأفضل في العام الماضي، أيضا صاحبة 12 دقيقة 15 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. سلام 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 لبو سيف، سلام سلام لبو سلامة، سلام 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 على هذا الأداء المتميز الذي قدم في هذا الصباح ساري بن بلوش بن براك المزروعي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول. تهانينا لساري بن بلوش بن براك المزروعي الذي يقدم نوعية فريدة وسلالة الحذر الشيبة التي تقدم هذا النموذج الرائع والجميل والمميز هنا في المركز الأول. إذن اليازي تهدي أبناء الظفرة هذا الفوز والانتصار باسم ساري بن بلوش بن براك المزروعي مزروعي كما أهداهم الفوز في عالم المزاينات. يأتي ويقدم واحدة من الدرر التي دائما تشارك في ختامي الوثبة للمشاركة وحثيثة بالمشاركة على أيضا هذا الميدان. تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت في مياسم سعيد بن سويد بن قرار المصوري المركز الثالث. حضور شعفار بن غلام بن موسى بن أحمد البوش المركز الرابع. شهب حمد بن محمد سهيل البهوني المركز الخامس. كانت هناك شواهين عبد الله بن حمد بن سالم بالعود العامري أيضا 12 دقيقة 28 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. اليازي وسلالة الحذر الشيبة بعير المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هذه واحدة من درر عالم سباقات الهجن. المركز الثاني 12 32 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية هي مياسم سعد بن سويد بن قران المنصوري، بينما اللي في المركز الثالث وصلت حضور ب 12 35 وفاء وتماما وكمالا كان شعفار بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي. المركز الرابع شهب لحمد بن محمد بن سهيل البهوني الظاهري 12 35 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس شواهين 12 36 وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا عبد الله بن حمد بن سالم بسعيد أيضا أو عبد الله بن حمد بن سالم بالعود بسعيد العامري على فوزه بالمركز الخامس. إذن اليازي هي بطلة هذا الشوط لتهدي أيضا ساري بن بلوش بن براك المزروعي بوسيف.